هذه اللي كنت انا على برا هذه هذه جبنا مزيان جبناها مزيان راس هذه فاش كنت كنقول لك جبنا واحد الجو باء تقريبا قال لك السلام عليكم، معكم خديجة ومحمد ممثلي مدينة طنجة في برنامج لالا العروسة لهذا الموسم. بالنسبة للتجربة ديالنا في لالا العروسة صراحة كانت تجربة مزيونة بزاف، تجربة اللي ما كتعاودش، استفدنا فيها بزاف وتعلمنا فيها بزاف الحاجات، تعرفنا على ناس جدادين من مختلف مدن المغرب، تعرفنا على كيفاش كيدوزوا الكواليس، على شحال من حاجة اللي ما كناش كنشوفوها في التلفازة. الصراحة كيفاش تشاركنا في لالا العروسة هي كانت الفكرة ديال حماتي، هي اللي اقترحت علينا أننا نشاركوا في لالا العروسة، ناقشت الفكرة معايا ومن بعد طرحت على محمد. الصراحة في الأول كان متخوف شويش ومن بعد قنعناه باش يمشي معنا للبرنامج، وقدرنا نكونوا معاهم في البرنامج، وصراحة كانت تجربة مزيونة بزاف. القصة ديال التعارف ديالي أنا محمد، صراحة القصة ديالنا كانت جات صدفة كيف ما قلنا، كنت ديجا خدامة في واحد السونتخ، هذاك السونتخ جا في واحد الشارع ولا في واحد الحومة اللي كيدوز منها دائما، صافي من تما كان دائما كيشوفني يا إما مشى داخلة ولا خارجة للخدمة ولا هابطين للريستون تغدا ولا خارجة مع البنات. دائما كنت كنشوفو يعني كنشوف واحد الشخص دائما ماشي ماجي وحاضك. وجاني واحد الخبر من السونتر بان شي واحد سقص عليا، حتى كنتفاجئ ان هذا الشخص اللي سقص عليا هو نفس الشخص اللي دائما كان كيشوفني مشى للخدمه. صافي حتى لواحد النهار جا وهضر معايا على اساس المعقول، يعني اول هضره قال لي يا بنت الناس انا بغيتك للزواج، هذا اول حاجه قال لي. صافي من تما بدينا التعارف ديالنا اللي كانت صراحه قصه ديال التعارف كانت يعني المده التعارف كانت قصيره، من موراها باش خدينا خطوه ديال التعارف ما بين العائلات، ومن موراها تم الزواج ديالنا الحمد لله. الفتره ديال التعارف ديالنا قبل ما نعملوا الخطوبه، يعني الفتره باش تعرفنا انا ومحمد كانت فتره قصيره يعني 6 شهور، من مورها خدينا خطوه اننا صافي غنبداو الخطوه الاولى ديال الزواج اللي هي الخطوبه. من بعد الخطوبه فتره قصيره عاوتاني، ومن مورها عملنا العرس اللي هو كان عرس يعني غير حفله صغيره ما بين العائلات بجوج. الصراحه بالنسبه لمحمد ما عندوش شي مشكل انني نبقى خدامه، حيت ديجا كنخدم في واحد الدومين اللي هو دومين محترم وعرفني كيفاش كنخدم، زعما يعني الدومين ديال التعليم ماشي شي دومين اللي خايب بالنسبه لي، هو ما يقوليش لا، ما يوقفنيش على الخدمه ديالي، كيشوفني مرتاحه فيها وحتى هو مرتاح حيتاش انا مرتاحه فيها، والدومين اللي كيعجبني دومين ديال الاطفال، هذا الدومين اللي كيعجبني بزاف. صراحه ما عنده حتى شي مشكل، الا كان يعني الا بغيت نوقف الخدمه دونك غتكون الرغبه ديالي انا، وهو ما عنده حتى شي مشكل واش نوقف ولا نبقى. راه اللقاء ديالنا بالفنانه دنيا ولا الفنانه فضيله كان واحد اللقاء اللي مزيون بزاف، بحكم انهم الممثلين اللي عزازين عليا بزاف، كيعجبوني بزاف، كنت دائما كنشوفهم غير في التلفازه، وكنت كنتمنى شي نهار نشوفهم مباشره. الحمد لله تحت لي الفرصه انني شفتهم مباشره. كان عندي تخوف ان يعني كتسمع فنان كبير يعني كيفاش غتعامل معاه وكيفاش غتهضر معاه ولا كيفاش غيكون هو كيفاش غيتقبلك. صراحه الله كانوا كيحسبوني بحال خوتهم، تعامل غزال، كيحسوا بينا وكيفرحوا معنا وكيبكيو معنا. صراحه الله كنبغي نوجه لهم تحيه وكنقول لهم شكرا لكم بزاف، كنتو كتحسبونا بحال خوتكم ماشي مجرد كونديده وصافي. صراحة الإعلان على الإقصاء ديالنا جا صراحة صدمة بالنسبة لنا، ما كناش كنتوقعوها مرة، لا أنا ولا محمد. كنا طامعين صراحة أننا نكملوا ونوصلوا، كنا باقيين باغيين نعملوا الجهد ديالنا أكثر ونعطيو أكثر. صراحة مسابقات ما كانوش صعابين يعني كانوا في المتناول، ما كانتش حاجة اللي صعيبة علينا بزاف. ما كتبناش وماشي من نصيب ديالنا أننا نكملوا معاهم، وكنتمنى التوفيق كاع لكونديدا اللي باقيين واللي مشاو ربي يسهل عليهم. محمد ممثل طنجة في لالا العروسة لهذا الموسم،
الصراحة بالنسبة للمشاركة ديالي أنا في لالة العروسة، مشاركة زعما عجبتني بزاف المشاركة، تعلمت فيها بزاف الحاجات، طورنا من راسنا بزاف الحاجات. وخا في الأول كنت متردد أنني نشارك، فاش عرضتها لي خديجة والوالدة الحكم ان زعما انا كنت كنقول زعما غنحشم وما نقدرش نواكب داك البرنامج في ليجو ديالو او لا في التصوير، يعني بحكم الحشمه وهادي وعمرنا وقفنا قدام كاميرا. مي من بعد الصراحه يعني فحال اللي خرجت من داك الحشمه، ما بقاتش داك الحشمه السلبيه، تطورنا مع 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 الاصدقاء ديالنا تما، وكانت واحد المساعده كبيره من الجمهور، كنقدم له الشكر من هذا المنبر. كيساعدونا بزاف، لا التقنيه حتى هما كيعطيونا الخاطر الصراحه باش اننا نصوروا مزيان. شكرا بزاف للتقنيين كاملين، المصورين، المخرجين، المقدمه دنيا، لاله فضيله، كنشكرهم بزاف. وكنصح زعما الصراحه اي واحد بغى يفكر يشارك يمشي يشارك، لان التجربه ماشي ما كتعاودش بزاف المرات. بالنسبه للتعرف ديالي خديجه كما سبق وحكات وكما عاودناها، جا صدفه، هو في الاول صدفه صراحه، ومن بعد ديك الصدفه سبحان الله كانت كيقول لك صدفه خير من الف ميعاد. الصدفه اللي تطورت الحمد لله بواحد الزواج كما كتشوفونا معكم، الحمد لله الزواج يعني الحمد لله كنشكر الله زعما على هذا الزواج هذه وعلى هذه السيده هذه اللي تلاقيت بها. اللهم لك الحمد. كنتمنى التوفيق لنا في حياتنا، وكنتمنى التوفيق للمشاركين اللي كانوا معنا وجميع الازواج. الله يسهل عليكم، والنصيحه اللي بغي نقدر نقدم لاي ازواج جدادين اللي عاد بادين حياتهم، النيه الصراحه، النيه هي كل شيء. قبل ما تزوج خصك تكون عامل النيه ديالك نيه صافيه، يعني النيه ديال الزواج. كما انا بالنسبه لي الحمد لله، يعني في الاول لما قلت على خديجه حتى كنت ناوي انني نتزوج بها، ماشي كنت ناوي زعما غير نتفلا ولا داك فهمتي، يعني غير الملاغه وهادي، يعني النيه هي كل شيء. وكنتمنى التوفيق لجميع الازواج، الله يسخر لكم، الله ييسر للجميع، وشويه ديال الصبر وشويه ديال المفاهمه، وهادي الانسان كيكمل حياته بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. هو بالنسبه للالتقاء ديالنا بالفنانه دنيا بوطازوت او الفنانه فضيله بن موسى، صراحه انا بيدي كنت متوقع زعما ان الفنانات بحال هكذا، يعني فنانات كبارين وعندهم بزاف الاعمال، وهذه غيكون فيهم شويه ديال ديك التعالي وهذيك، ولكن صراحه هذاك الشيء ما شفتوش نهائيا. يعني فنانات متواضعين بزاف، كيعطيونا الخطر، كيتعاملوا معنا مزيان، كيضحكوا معنا، يعني كيحسبونا وحدين منهم، يعني ماشي غراب ولا شي حاجه. اما بالنسبه للتصوير والكواليس والطورناج بصفه عامه، هي كيكون صعيب شويه الصراحه، يعني ماشي داكشي اللي كنا متوقعين ان ساعه ونص ولا جوج ساعات ديال البرنامج دغيا كتصوروا هادي. وفي الختام كنتمنى التوفيق للاخوان ديالنا العرسان اللي بقاو مورانا في البرنامج، كنتمنى لكم التوفيق، الله يسخر لكم والله يسهل للجميع والله يسعد الجميع. وكنعاود نكرر واحد النصيحه ان شاء الله للشباب اللي مقبل على الزواج ولا كيفكر يتزوج يتزوج عفوا، يعني توكلوا، وكما قلنا النيه هي كل شيء، الله يسهل الجميع والله يسخر والله يوفق الجميع.